التليفون يا ساوسة. حاضر يا ماما حاضر. الو. اهلا 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 يا مختار، وصلت امتى؟ حمد لله على السلامه. مختار وصل؟ هاتي التليفون يا ماما. هي يا ابني عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ ايه يا ماما هاتي التليفون. خدي خدي، زهقتيني. ازيك يا مختار؟ وصلت امتى؟ وحشتيني وحشتيني قوي. يا رب يا رب قرب البعيد، يا رب يا رب تتجوز عشان ارتاح من ناحيتها. بتتكلم منين؟ يا رب هون بقى عقبال الهانم الكبير. انسة حنان، انسة حنان، من فضلك ممكن تسمعيني؟ ممكن اعرف حضرتك جيت لي الشركه ليه؟ وليه تعمدت تقول لهم انك قريب؟ الحقيقه انا كنت عايز اتكلم معاكي، ولقيت ان هي دي الطريقه الوحيده. اقدر اعرف حضرتك عايز ايه بالظبط؟ باختصار شديد ممكن اتجوزك؟ ودي حاجه تتعرض بالشكل ده؟ على العموم انا بكره في النادي بالنهار. انسة حنان، انسة حنان يا بنتي، وفيها ايه لما تقعدي تتكلمي معاه؟ يعني ايه هتكلم معايا يا ماما؟ وبعدين اللي عايز يتكلم مع حد يتكلم معاه في الشارع، يحرجه في شغله، يخلي كل الناس تستغرب تصرفاته. يا بنتي اديله فرصة، ده مهندس، يعني انسان متعلم قدامه مستقبله. مهندس يعني ايه مهندس؟ هو انا هتجوز مكانته الاجتماعية؟ انا عايزة اتجوز راجل يا ماما يهمني سلوكه وتصرفاته. انا غلبت معاكي، مش عارفة ايه اخرتها. امال فين ساوسة؟ مش سامعة صوتها يعني. راحت تقابل مختار. الله، هو جه من السفر امتى؟ النهارده الصبح. ربنا يسهل وما يكونش ناوي يرجع الخليج تاني. ما تعتليش هم انتي، خليكي في نفسك الاول. نفسي ليه؟ هو انا فيا ايه يا ماما؟ يا بنتي ما ينفعش، انتي عديتي الـ30، هتفضلي لحد امتى كده؟ انا عايزه اطمن عليكي. لا اطمني اطمني خالص يا ماما، يوم ما عقلي يشاور على حد هتجوزه. عقلك وعقلك ماله بس؟ والنبي عقلك ده اللي مضيعك. انتي مش قادرة تفهميني ابدا يا ماما، انا كل اهتمامي لشغلي، وبعدين انا عندي طموحات كتير واحلام كتير لازم احققها الاول. فهماني يا ماما؟ فهماني؟ اه يا ليش انا تعبت. فهماكي فهماكي، الله يرحمك يا شوقي. وحشتيني يا سوسة. لو وحشتك صحيح كنت اتصلت بيا كل يوم. صدقيني كان غصب عني. مفيش حاجة اسمها غصب عنك. بصراحة كنت مسافر برا الخليج. ايه؟ هو انت ما كنتش في دبي؟ لا طبعا كنت هناك، بس سافرت تبع الشركة بتاعتي لألمانيا. بلد جميلة قوي يا سوسة، وعلى فكرة انا قررت ان احنا نعيش هناك على طول. يعني ايه يا مختار؟ يعني نقب بقى على وش الدنيا، نشوف الدنيا بحقه حقيقي، نعيش بقى. هو احنا هنا مش عايشين يا مختار؟ على الاقل احنا هنا في وسط اهلنا وبلدنا. يا سوسن يا حبيبتي، حكايه اهلي واهلك دي بقت موضه قديمه قوي، وبعدين الانسان لازم يعيش حياته في المكان اللي يقدر يحقق فيه طموحاته. يعني ايه اسافر واسيب ماما وحنان لوحدهم؟ ده مش ممكن يحصل ابدا. كتب الكتاب والفرح لازم يتم في اقرب فرصه، وخلال ايام نكون جهزنا نفسنا للسفر. انا سمعت كلامك وضحيت عشانك كتير، ارجوك يا مختار تضحي عشان انت ولو مره واحده في حياتك. انا ما اقدرش اسيب ماما وحنان لوحدهم. ده قرار نهائي يا سوسن. ها قلت ايه؟ قلت ان دي حياتك وانت حرة فيها، عايزة تسافري سافري، عايزة تقعدي اقعدي. يعني ايه يا حنان؟ انت موافقة ان اختك تتغرب عننا وتسافر المانيا؟ يا ماما يا ماما دي حياتها، وبعدين هي ما بقتش صغيرة. يا ماما يا حبيبتي، احنا هنسافر سنة ولا اتنين لحد عقد مختار ما يخلص، وبعدين نرجع نعيش معاكي هنا على طول. انا مش موافقة، يا تتجوزوا وتقعدوا معانا هنا في مصر يا مفيش جواز من اصله. ليه بس كده يا ماما؟ بلا ماما بلا زفت، انا تعبت بقى. وبعدين يا حنان ايه العمل دلوقتي؟ ما تشغليش بالك انت، انا هتصرف. ربنا يخليك ليه يا اختي يا حبيبتي يا اجمل واحلى. الله ما قلنا خلاص بقى اطمني.
إن شاء الله أنا هقدر أقنع ماما بكل طلبات مختار. صباح الخير يا باشمهندس. صباح النور تاتش وود، انت مواعيدك مظبوطه فعلا. اتفضلي. خير يا باشمهندس، عايز تتكلم في ايه؟ ايه ده على طول كده؟ افتكر من الافضل ندخل في الموضوع على طول. الحقيقه انا في موقف لا احسد عليه، مش عارف ابتدي ازاي. ممكن ابتدي انا. حضرتك معجب بيا وعايز تتجوزني وطالب تعرف رايي، صح؟ عموما انا ما عنديش مانع افكر، وتقدر تتصل بيا تعرف الرد بتاعي في خلال اسبوع عن إذنك عشان مرتبطة بمواعيد عمل. يا باش مهندسة حنان، العمارة لازم تتسلم في معادها، وأنا معتمد على الله وعليكي. اتطمن يا مرسي بيه، اتطمن خالص، التسليم إن شاء الله هيتم في معاده. أنا بلغني إن في مشاكل في الموقع بخصوص العمالة. مشاكل الموقع تخصني أنا، ولو معرفتش أحلها يبقى أعتذر عن المشروع أحسن. خلاص يا باش مهندسة، خلاص، موفقة إن شاء الله. عن إذن سيادتك، أشوف الشغل ماشي إزاي. الله يكون في عونه اللي هيتجوزها. أهلا 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 وسهلا يا ابني. أهلا بيك يا عمي. شوف يا ابني، أنا عايزك تستحمل شوية. مش فاهم. ما أنا فهمتك قبل كده، حنان عصبية شوية بس طيبة، قصدي يعني. مساء الخير. مساء النور. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك يا فندم. اتفضل خطوه عزيزه يا ابني. وليد يا اختي من جيراني القدام، كان شاف حنان وهي بتزورني وحب يتعرف بيكو فجبته وجيت. اهلا وسهلا، دي فرصه سعيده قوي. امال فين الشاي؟ جاي حالا حالا. شوف يا ابني، حنان بنت اختي اصلها. ما تكملش يا عمي، سيبنا اتعرف عليها واعرف كل حاجه بنفسي. هتعرف. سوسن سوسن، خد الشاي. مساء الخير يا ماما. مساء النور. ايه حنان، ايه التاخير ده كله؟ ايه في ايه يا ماما، بتتكلمي كده ليه؟ خالك جوه ومعاه ضيوف. معاه مين؟ عريس تاني يا ماما. عن اذنك. رايحه فين؟ خش غيري هدومك، وانت هاتي الشاش، ابقى خشي مع اختك، واول ما يجي مختار خليه يخشن على طول. الله، ده الحكايه جد بقى. اما ادخل اشوف عريس الهنا. حنان انت رايحه فين؟ تعالي غيري هدومك الاول. بس تعالى رايح فين؟ لو سمحت. ما انا حاولت افهمك. تاني يا حنان. وتالت ورابع كمان يا خالي، لغايه ما الاقي الراجل اللي يفهمني. انا مش ممكن اتخيل شاب يفكر يتجوز بالشكل ده. يا بنتي ادي نفسك فرصه، واديله هو كمان فرصه. فرصه؟ فرصة ايه؟ ده ما ينفعش خالص. في هو شاسعة في التفكير بيني وبينه. هو اللي هيقول حاجة؟ ده انت اول ما دخلت عليه رحت مديهم له. استاذ وليد، الحياة الزوجية اللي مبنية على اساس غلط لابد ان تنهار، ومن هذا المنطلق يستحسن انك تشوف لك عروسة غيري. طبعا، راجل قاعد خجول عمال يسبل لي في عينيه وخلاص. ده راجل عايش في عصر ما قبل الهجرة، عايزني اقول له ايه ده؟ وبعدين يا حنان. مساء الخير. اهلا 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 يا وفار ابني، حمدلله على السلامة. ربنا يخليك. ما تأخذنيش يا ابني. لا ولا يهمك. ازيك يا باشمهندسة؟ اهلا يا مختار، حمدلله على السلامة، أخبارك ايه؟ أنا الحمد لله. إلا أنت عملت إيه للعريس اللي كان نازل يجري على السلم ده؟ يلا يلا يا سوسن، نحضر العشاء مع بعض، يلا. أنا؟ أيوة أنت، يلا وحاضر يا ماما حاضر. ما قلتليش، عملتي للعريس ده إيه؟ هكون عملت له ايه يعني؟ عريس اتقدم لي ما اقتنعتش بيه رفضته وخلاص. على بركه الله. يا باشمهندسه، مستعمر هيقول لك يجلب خرسانه الكمر المقلوب دلوقتي ولا بعد الوكل؟ قول للوست عماره مفيش وكل الا بعد ما يقلب الخرسانه.
يا باشمهندسه الساعة بقت 12 دلوقتي، العمال عايزين يتغدوا. يخمروا الخرسانة الأول وبعدين يبقوا يتغدوا. مش معقولة حنان المعاملة دي. باشمهندسة حنان يا باشمهندس، وبعدين كل واحد مسؤول عن شغله، لما تبقى مدير الموقع ابقى اعمل اللي انت عايزه، لكن طول ما انا مديرة الموقع كلامي يتنفذ، مفهوم؟ مغرورة. عقبال ما اشوف ولادكم يا رب. مختار خلي بالك منه. دي فانا يا حبيبي. انا اللي هخلي بالي منه. ربنا يسعدكم يا اولاد ويريحكم قبل ما يريحني من الكبيره كمان. بتقول حاجه يا خالي؟ لا ده انا بدعي لهم. خبر بمليون جنيه. بشرني بشرني يا اخوي. خير؟ شهاب عادل مهندس 40 سنه جاهز مما جميعه. شهاب، انا الاسم ده مش غريب علي، حنان كانت قالت لي عليه قبل كده. ماله يا اخوي؟ دور واتقص لحد ما عرف عنواني وجاني وطلب ايد بنتك. يا رب توافق يا رب. بقول لك ايه، انا زهقت من بنتك دي، الراجل بيحبها وشاريها وقابلته قبل كده ووعدته انها ترد عليه وخلاص، لا ردت عليه ولا عبرته، الراجل دخل من الباب، هنعمل ايه؟ نطرده؟ لا يا اخوي خلاص، ربنا يجيب الخير وانت خالها في مقام والدها، واعمل اللي تشوفه. يعني ايه اللي تشوفه يا ماما؟ هو انا ماليش راي ولا ايه؟ بقول لك ايه، الراجل شريكي وانت شفتيه وعارفاه كويس، يبقى ايه المانع؟ وانا كنت اعرفه منين عشان اوافق انه يتجوزني؟ خلاص هي كلمه وخالك وعد، انتهى الموضوع. انا اسفه جدا يا ماما، انا مش بيعه ولا شروه، انا انسانه ومهندسه ومثقفه، يعني لازم اعمل كل حاجه باقتناع ومن دماغي. بلا دماغك بلا رجليكي. انا شخصيا موافقه، وكلمتي بقى المره دي هي اللي هتمشي، واعتبر الموضوع منتهي. ربنا يتمم بخير يا ام العيال. ما تقلقش، شهاب راجل كويس وفاهم حنان، ربنا يستر. الله يبارك فيك. تعرفي حنان، انا حاسس النهارده ان انا اسعد مخلوق في الدنيا. يا رب دايما. اول ما شفتك حسيت ان قلبي عايز يخرج من دروعي ويجري عليكي عشان يقولك بحبك 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 قوي. يا سلام، ليه؟ هو القلب بيفهم؟ قصدك ايه؟ انت عارف القلب بيدق بسرعه ليه؟ والناس بيفتكروا انهم بيحبوا ليه؟ ليه؟ العقل. العقل لما بيلاقي شيء يعجبه بيصدر أوامره للجسم كله بالاستعداد للاستمتاع بهذا الشيء، ولأن الإنسان ممكن ما يكونش على استعداد طبيعي لاستقبال هذا الأمر، فالأمر المباشر من العقل
بيربك كل خلايا الجسم، والقلب اللي هو المضخة الرئيسية للدم بيزيد من نسبة الضخ المباشر للعقل، فبتزيد ضربات القلب، فبالتالي بتقول انك بتحب بقلبك. يا سلام. لكن لو انت بالفعل مستعد لمواجهة الشيء اللي صدرت بخصوصه الأوامر من عقلك، هتلاقي نفسك طبيعي جدا، ومفيش لا قلب بيخرج من ضلوعك ولا قلب بيجري عليا ولا أي حاجة من الكلام الفارغ ده. عندك حق. طب بقولك ايه، ما تيجي نأجل حصة التشريح دلوقتي تاني ونقعد مع الناس شوية. اتفضل. الو. ايوه يا شاب، انت كنت فين طول النهار؟ ابدا، كان عندي شويه شغل. عامله ايه؟ كويس. وحشتيني، وحشتيني قوي. يعني هو ايه تاني؟ يعني بقول امتى بقى ربنا يقرب البعيد ونتجوز. ايه؟ ايوه كمل. يعني انا هفضل اتكلم لوحدي؟ عايزني اقول ايه؟ ولا حاجه. صباح الخير. وانت من اهل؟ يا ابني اهدى شويه، المساله ما تتاخدش كده. هعمل ايه بس يا عمي؟ هعمل ايه؟ احنا بقالنا 5 شهور دلوقتي مخطوبين، عمرها ما قالت لي كلمه تبل الريق، قاعده تسمع وبس. معلش يا شاب يا ابني، اديها فرصه تانيه. والله ما انا عارف اقول لك ايه بس يا عمي، مش عارف اقول لك ايه. عشان خاطري يا ابني ما تفقدش الامل، بكره ربنا يسهل ويهديها. يا مرسي بيه حرام لما الرجاله يتخصم منهم كل يوم والتاني، ده نص يوم وده ربع يوم وده يوم كده، ما حدش هيشتغل. الباشمهندسه حنان دي ما بتسمعش كلام حد. اولا يا باشمهندس اشرف، لازم تعرف ان انا مدي الانسه حنان كل الصلاحيات. ثانيا، الآنسة حنان مش هتخصب لحد كده من الباب للطاق، أكيد في تقصير منهم. يا مرسي بيه ده ظلم. أنت بتقول إيه يا باشمهندس؟ إيه هو اللي ظلم ده؟ الخصومات اللي عمالة على بطال يا باشمهندسة. هما في الخصم صوتهم يعلى، وفي الشغل يعملوا نفسهم مش سامعين. طب اتفضل أنت يا باشمهندس أشرف. حاضر يا مرسي بيه، حاضر. بس أحب أقول لسيادتك إن الرجالة كده هيزهقوا ويمكن يطفشوا كمان. عن اذنك. وبعدين يا باشمهندسه حنان، انا شايف كده انك بقيتي قاسيه في تعاملك مع العمال. مرسي بيه، لو حضرتك شايف ان سياسه شغلي غلط، ممكن اي زميل ليا يحل مكاني. انا ما اقصدش يا حنان، انت عارفه ان مجلس الاداره كله بيثق فيكي، واولهم انا، وانا متاكد انك هتوصلي لاعلى المناصب. ايوه يا شهاب، انا مشغوله جدا دلوقتي. بعدين نتكلم بكره ان شاء الله. تصبح على خير. انا اسف يا عمي، ما اقدرش ارتبط بانسانه مشاعرها متجمده للدرجه دي. يا ابني انت تسرعت في قرارك ده. عشان خاطري، عشان خاطري يا ابني، اديها فرصة تاني. أنا آسف، أنا واثق إن المرة دي مفيش فايدة. عند إذنكم. هو الخسران. يا بنتي أنت طالعة لمين؟ نفسي أفهم. يا ماما أنت شاغلة دماغك بالمواضيع دي ليه؟ عريس يروح غيره يجي، دول اكتر من هم على القلب.
اقدرش استغنى عنك، بس ارجوك حاسسين ان انا مهم في حياتك. كفايه اهمال بقى، انا تعبت. كان عايز نعمل ايه ده؟ خلاص نسيتينا؟ وحشتيني. قوليلي هند بنتك عاملة ايه؟ طب الحمد لله. الو، ايوه يا هند، ازيك يا حبيبتي؟ مبروك. خلي بالك انت السنة الجاية هتبقي في الابتدائية. قولي لماما بقى ان انا مستنياهم. خالته حنان في الشغل. اديني ماما بقى. ايوه يا سوسن. لا مفيش، اختك يا سوسن مش عارفه اعمل معاها ايه، طول الليل والنهار شغل زي ما يكون مفيش حاجه في حياتها غيره. ايوه، طب سلميلي على مختار، تيجوا بالسلامه ان شاء الله. مع السلامه يا بنتي، مع السلامه. خير يا باشمهندس. المشروع لازم رسوماته تتسلم قبل اخر الشهر من غير اي تأجيل. صعب يا باشمهندس، صعب. الشهر فاضل فيه 14 يوم بس ولسه ما بدأناش، والتلات مهندسين اللي معايا لسه جداد. هو ايه اللي صعب يا باشمهندس؟ ده شغل، فاهم يعني ايه شغل؟ يعني اجور وميزانيات وشروط جزائية لو اتأخرنا في التسليم. يا باشمهندسة، الرسومات تكون جاهزة في الميعاد المطلوب ومن غير مناقشة، مفهوم؟ اتفضل على مكتبك. عمرك ما هتتعلم. ايوه حنان. سوسن مش معقوله. ازيك يا حنان، وحشتيني يا حبيبتي. الحمد لله على السلامه حبيبتي. يا ماما ازيك؟ يا ماما ازيك؟ الحق يا ماما شوفي. وحشتيني قوي يا ماما. امال فين مختار؟ طلع ورانا بالشنط. الحمد لله على السلامة حبيبتي. ألف ألف مبروك يا باشمهندسة. تستحقيها والله يا فندم، ولو إنها جت متأخرة. نهني أنفسنا يا فندم. متشكرة قوي يا جماعة. ألف مبروك يا فندم. ده الأستاذ باسم المهندس الجديد يا باشمهندسة.
اللي قال عليه مرسي بيه مش كده؟ طيب انا متشكره قوي يا جماعه، اتفضلوا انتوا على مكاتبكم. بعد اذنك يا فندم. الف مبروك يا فندم. استاذ باسم اتفضل اقعد، انا عايزاك. اللي قولي انت دفعه كام؟ انا دفعه 95 يا فندم. صباح الخير. اهلا. صباح الخير. طب اتفضل انت يا استاذ باسم. تحت امر حضرتك يا فندم. الف مبروك لعضو مجلس الاداره المعين. الله يبارك فيك، اتفضل. المجلس كان عايز يعين راجل في المنصب ده، بس انا قلت لهم الباشمهندسه حنان ارجل من ارجل راجل. متشكرة يا فندم على ثقتك فيا. طيب انا موجود في مكتبي لو احتجت اي حاجه، والف مبروك مره تانية. شكرا يا فندم. ابوها كان نفسه في ولد، وحنان زيها زي الولد. والعمل هنفضل قاعدين ساكتين كده؟ العمر بيجري وهي قاعده من غير جواز. والنبي احسن بلا هدت حل وجع قلبه. وبس يا بت وبس يا ود، ولا وقفه المطبخ عماله على بطال. انت بتقول ايه يا سوسن؟ ولما اموت تعمل ايه؟ بعد الشر عليك يا ماما، ربنا يديك طوله العمر. وبعدين احنا مش هنسيبها، هنبقى نيجي نقعد هنا معاها على طول بدل ما ندور على شقه. احنا جايين نشتغل ولا نتكلم؟ جرالك ايه يا حنان؟ طب وانت مالك؟ مش عارف يعني ايه. مش عارف ايه؟ بتغيري عليه؟ بتحبيه ازاي؟ ده لسه صغير. طب وايه يعني؟ هو الراجل بسنه ولا بعقله؟ طب ما انتي قابلتي رجاله كتير، ملقيتيش فيهم فارس احلامك. فارس احلامي؟ ياه، ده انا نسيت الحاجات دي من زمان قوي. مش لازم العمر يجري بيكي اكتر من كده يا حنان. مرة تعمليها من يوم ما اشتغلت في الشركة ترجعي بدري. خلاص غلطة ومش هكررها يا ماما. ايه كنت واقفة تتفرجي على هدومك، ناوية تبيعيهم وتشتري بيهم بنطلونات تاني؟ حتى انت يا ماما. ايه بس في ايه يا حنان؟ انا اول مرة اشوفك كده. مش عارفة، حاسة ان انا مش طبيعية يا ماما، زي ما يكون جوايا حنان جديدة. الكلام ده معناه ايه؟
ماما انت مش شايفه ان انا محتاجه اهتم بنفسي شويه؟ يا ريت. وماله يا بنتي وماله؟ يعني انا ناويه يا ماما اغير طريقه لبسي واروح للكوافير اعمل شعري وبلاش البس النضاره دي عشان اشوف الدنيا من غيرها، هشوف دنيا جديده. يا حبيبتي يا بنتي انا من بني احمد محافظه المنيا يعني صعيدي. والدي متوفي عندي 4 اخوات كلهم متجوزين وكلهم بنات. يعني انا الولد الوحيد فيهم. والدي توفى قبل ما اتخرج بشهرين. اشتغلت في حتت كتيره جدا لكن للاسف ما استمرتش لحد ما جات لي فرصه وامتحنت وتعينت عندكم هنا في الشركه. باسم توعدني انك لو احتجت لاي حاجه تجيلي على طول؟ اوعدك. انا متشكر جدا لحضرتك. استاذن. معنى كده ان في راجل في حياتها يا ماما. انا خايفه عليها يا بنتي. خايفه؟ خايفه من ايه؟ حنان دي راجل. عيب يا سوسن تقولي كده، عيب. دي اختك، دي ست البنات كلها. مش قصدي يا ست الكل، انا قصدي ان محدش يقدر يضحك عليها ابدا. انا قلقانه قلقانه يا ناس. قلقانه من ايه يا ماما؟ متفهميني. حاسه ان اختك نفسها مكسوره، حاسه ان العمر جري بيها. لا جري ولا حاجه، شهاب لسه مستنيها. بجد يا ريت يا ريت يا سوسن يا ريت. يا ريت ده ايه يا ماما؟ هي تشاور وبس. احنا قابلناه في السفر وهو اتكلم مع مختار. طب ما تكلميها، يمكن ربنا يهديها. يهديها يا رب يا رب. لما تيجي انا هتكلم معاها. مساء الخير على الحلوين. مساء الفل على احلى ام في الدنيا. مساء الجمال على اجمل اخت في الدنيا. بقول لكم ايه، انا هدخل انام ومش عايزه حد يصحيني. شغلني للويا نهار وحياتك يا اعز حبيب، يا شغلني للويا نهار وحياتك يا اعز حبيب. من امتى؟ هو ايه ده؟ هما بيطلعوا امتى؟ في اي وقت؟ افهم بقى. تفهمي ايه؟ ما هو لو قلبك زي باقي قلوب البشر كنت قلت جايز بتحبي. طب وليه لأ؟ ليه لأ؟ معقولة؟ انتي اختي حنان اللي بتتكلم؟ يا سلام. ايه؟ مش من حقي احب ولا ايه؟ لا، ده اكيد من جوان القرن 21 اللي قدر يخليك تتحركي وعقلك وافق. طب وعقلي ماله بس؟ ده قلبي. قلبك؟ والاشارات الصادرة وضخ الدم والشرايين، كل ده راح فين؟ كنت غلطانة حقيقي يا سوسن. أنا حاسة إن جوايا حاجات كتير،
حاجات كتير بدأت تصحى. مش مصدقه حقيقي، مش مصدقه. ان شاء الله ما صدقتي. خلاص انت حر. افهم من كده انك ناويه تتجوزي؟ يعني بفكر. خير يا باشمهندسة، بعد إذنك كنت عايز أتكلم معاك شوية. أوي أوي، اتفضل. واقف ليه؟ بصراحة باشمهندسة، إحنا مش هنقدر نسلم الرسومات قبل يوم 5 الشهر الجاي. المهندسين مقطعين نفسهم في الشغل، بس غصب عنهم. مش مشكلة، المهم المدة ما تزيدش عن كده، وأنا كمان هصرف لهم مكافأة على مجهودهم. مكافأة؟ معقولة دي؟ ومش معقول ليه؟ متشكر متشكر قوي يا باشمهندسة. تسمحي لي اقول حاجة كمان؟ انا بقالي معاكي في الشركة اكتر من 15 سنة، اول مرة اشوفك بالرقة دي. استاذ باسم يجي لي حالا. صباح الخير يا باشمهندسة. اهلا، صباح الخير. اخبارك ايه؟ اتفضل. انا الحمد لله يا باشمهندسة. باسم، المدير العام اصدر قرار انك تكون تحت مسؤوليتي مباشرة. حقيقي يا فندم؟ طبعا حقيقي. عايز اشوفك بقى 24 ساعة في اليوم. قصدي يعني تفضل تحت عناية طول فترة العمل عشان الشغل يخلص يعني. الله الله، ايه ده كله ده؟ ايه ده كله ده يا حنان؟ اسمه ايه بقى اللي خطف عقلك وقلبك؟ اسمه باسم يا ماما. ومهندس برضو؟ ايوه مهندس. وناويين امتى ان شاء الله؟ لا لسه بدري، كمان شويه يا ماما. ربنا يسعدك يا بنتي، يا رب يسعدك. يا رب يا رب يا ماما. تحت امرك يا باشمهندسة. احنا كده خلاص، يبقى اتفقنا. بس في مشكلة في التوقيت. مشكلة؟ مشكلة ايه؟ ده شغل. وبعدين انا نفسي انك انت اللي تمسك ادارة المشروع، وخلال الاسبوع الجاي لازم. المشكله اني واخد اجازه من بكره ولمده اسبوع. ليه؟ في حاجه؟ في حد من اهلك تعبان ولا حاجه؟ انت ممكن تتصل بيهم والاسبوع الجاي تسافر لهم ان شاء الله. لا ابدا، مفيش حد من اهلي تعبان ولا حاجه، بس احنا عندنا في الصعيد في عاده قديمه قوي، العيال وهم صغيرين بيوهبوهم لبعض، وبعدين لما بيكبروا شوية يعني بيخلوهم يكتبوا كتابهم وبعدين يتجوزوا. أنا مش فاهمة، ده علاقته إيه بالشغل؟ أصلا أنا يا باشمهندسة واحد من ضحايا النظام الصعيدي، ودخلتي بعد بكرة. صدقيني غصب عني كان نفسي ألغي الأجازة، لكن أنت عارفة بقى التزامات الفرح. هو أنا لومتك على حاجة؟ ده موضوع شخصي، أنت حر. مش مهندسة، كل حاجة عندنا في البلد ليها قواعد. عندك حق، كل حاجة ليها قواعد. عمري ما هلاقي حد عطف عليها زي حضرتك، ربنا يخليك لينا. مبروك مبروك يا أستاذ باسم. وانا قلت حاجه ضايقت حضرتك؟
ترى ايه يا حنان، انت بقالك اسبوع وانت على الحال ده. ايه يا بنتي، احمدي ربنا. الحمد لله يا ماما، الحمد لله. مش هتقومي بقى تقعدي معانا وتفطري؟ معلش يا ماما، سيبيني شويه لوحدي. حاضر يا بنتي. ماما، هي الساعة كام دلوقتي؟ الساعة 9 يا بنتي. غلطتي يا حنان، غلطتي. ايه؟ مكسوفة؟ من ايه؟ عشان كنت عايزة ترجعي الزمن 20 سنة وتعيشي الحياة اللي حرمتي نفسك منها زمان. عارفة يا حنان، عارفة لو كنت بدأتي حياتك مع شهاب من زمان وحبتيه زي بحبك، كان زمان عندك ابن زي باسم دلوقتي. لا لا، مش للدرجة دي. ألو. صباح الخير يا باشمهندسة. صباح النور، مين؟ أنا باسم، أرجوك تسمعيني، عايز أتكلم معاكي لو سمحتي. عايز تتكلم معايا في إيه؟ لما أجي المكتب بقول كل اللي أنت عايزه. هشوفك في المكتب إن شاء الله. مع السلامة. صباح الخير يا مختار. صباح الخير يا حنان، إزيك؟ الحمد لله أنا كويس. الحمد لله على السلامة يا جميل. الله يسلمك. يلا اغسلي وشك وتعالي افطري معانا. يلا. حاضر يا ماما. اعملي لي شاي سوسة. من عينيا الاثنين. مختار. ايوه حنان، خير؟ انت عارف عنوان شهاب؟ ايوه طبعا. ليه تفتكر لسه ما اتجوزش؟ كلمه لو لسه عايز يتجوزني خليه يجي، انا ما عنديش مانع. عشان نلحق نبتدي حياتنا من جديد.